القناة هذه إن شاء الله يا رب نتمنى أوقات سعيدة مع بعض، نكون أصدقاء ونكون أحباب ونكون أخوة. طبعا دعمكم إلنا فضلا وليس أمرا. بلش؟ يلا روح قول بسم الله. على كنت أقول بحب يفوت معنا يلعب يفوت. طبعا يا اخواننا يا متابعين يا حبايبنا، طبعا رايح يكون رابط الديسكور والتجمعات القوافل طبعا تحت الفيديو. تمام خلاص، طبعا صارت وصارت روح. وكمان في لنا صفحة على الفيسبوك نتمنى تشاركونا فيها وتسوونا متابعة. يلا اطلع شباب، يلا على زيوري. على زيوري عم نصور. يا حبيبي 234 كيلو دايركت، نمشي 90 كم في الساعه حسب الطريق حسب ما نمشي من ده. لم يبقى احد، انا فقط. على بركه الله، ما شاء الله الربيع العربي. بسم الله. طبعا يا زلمه اخواننا المتابعين اللي تابعنا يا زلمه كامل على خش معنا قوافل في اجتماعنا ويتواصل معنا عن طريق صفحاتنا على الفيسبوك عن طريق اليوتيوب. اكيد اكيد. طبعا انت رايح تحط 234. طبعا انت يا زلمه رايح تحط رابط الفيسبوك صفحتنا على تحت الفيديو بالوصف. كل طلع ان شاء الله. بس تركوا مسافات امان يعني اللي اكثر مسافات امان يعني مسافات امان. ايوه وطبعا صفحه الفيسبوك بوجهها للمتابعين كمان، راح يكون فيها جميع انواع الالعاب الاونلاين، ببجي موبايل، جراند، جميع العاب المحاكي واللي فيها اونلاين. ليش هالقد عملتوها صغيرة؟ عشان التصوير يا عبود. كم تدرون بالسرعة؟ خليك ماشي نفس السرعة الماشية. 50 تقريبا. هاي هذا هاي يا فريند. محمد اطلع عني. تمام اطلع 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 اطلع، لا حدا يوقف. عبود معنا؟ الله يلمني ان شاء. يلا الحق. طيب الله اكبر 700 فلاق ماشي. انا 80 عا وقوانين الكونفويات والقوافل يا شباب. ماشي عمهلك يا زيد عمهلك. احمد يلا شد يا احمد. احمد شد ماشي وراه. محمد شد روح. انا خدي 80. امشي مع القافلة، لا تكون بس بعيد عنهم شوي. ايش حال يمشوا في السرعة الآن؟ أنا ماشي 90.
خفف يا زيد. طبعا يا زان في ناس ما بتعرف تدخل على الديسكورد، يا ريت لو تسوي شرح كمان للشباب اللي بيعرفوش يدخلوا على الديسكورد او ما بيعرفوا الديسكورد كيف يدخلوا عليه. تمام. اي استفسار احنا يعني على صفحتنا يعني بيقدر يراسلنا واحنا احمد. السرعة محدودة فيك 80 يا زيد خفف سرعته. والله 80 ماشي. انت سفحت عني. ما عليك، لا يعني لا تاخذ بالسرعه اللي انا ماشي فيها. ما بدي اثبت السرعه انا. هاي 80. لا حدا يوقف، روح. صار وين طلع؟ اقول بعرفش امشي قانوني. انا عارف شو بده اياه، بده هجول. بالضبط معك البنك عشانك ما بتهجول يا عبود، بدك هجول انا عارف. بكم تذهب يا احمد؟ نعم بكم تذهب؟ ماشي انا محدد على انا ماشي 75. انا نزلت حتى 50 حتى تذهب انت. حديت على 80، خليك على 80. اذا زادت اذا حددت على 80 بلزق بزيد. طب انا محدد 80، يعني معقول عندك اني تصل دوري 750 على المود؟ عرفت ليش؟ بعدين المسافة بيني وبينك هيك مقبولة، يعني أقل من هيك بصير غادس. قديش بيني وبينك؟ 57 متر. معلم معلم يا زن. خفف هذا عم ينزل ثلج هيك يعني. نفس شركة تاكر زنبي هيك مسويه. لا بقدر يشيله. لا حلو وايد يشيله. قلنا يشيله بعد الكونفوي بعد. روح. وين احمد؟ بسرعة يا احمد، يلا شد يا احمد. احمد خليك قريب على محمد شوي، يعني خلي مسافة بس مش هالقد مسافة. خفف يا زيد وخفف يا محمد. انا 80 ماشي. هاي خففت السرعة ل 70. هاي أنا خففت ل 60. تمام. جيت يا عبود ولا لسه؟
طبعا بدنا نذكر المتابعين شير سوونا ومتابعة نايسو. شد يا احمد خليك قريب منهم يا احمد. زين مش قريب منهم، انا بيني وبين زيد 53 متر، قديش بدي شد بس يعني؟ يعني خلي مش كثير مسافتك بعيدة عنه شوي، خلي في بينك وبينه. خليها 100 متر. يا زلمة 53 هلا بصير لاج، انا عندي البنك 250. لا انت لا تلحم فيه يعني، خلي بينك ها شيء ومنه مقبول يعني، بس انت كثير بعيد عنه بس عشان يجي المنظر كويس. شوف يعني كيف بينك وبين محمد كثير بعيد انت. روح شد شد محمد، لازم يشد على قدي، مو انا بدي لزق بزيد مشان. وانت بعيد كثير يا احمد. قرب يا احمد. انا ورا زيد. محمد. انا اسف فكرت بدي احكي محمد. انت اللي شد يا محمد. شد. عمو شو بده يعني شد الزلمه؟ يا اخي انا بفكر اللي قدامي انت احمد، بدي احكي لانه بطيء وعنده شويه لاق، فكرت من عندك. شد يا محمد شد. يمين يا زيد. تطلع بعد هاي؟ تطلع امريكية ولا زي ما بت؟ لا خلينا والله راحت عليك، اللي بيحضر السوق بتسوق يا حبيبي. غريبة يا زلمة عبودي، كل ما يصير في كونفوي عنده اللاج. معوضة يا عبودي، معوض لك اياها، ما تخاف. اتوقع وصلنا صح؟ اكيد. وصلنا. لا احمد. طلعنا على البنكيت. شباب على اشارات المرور بدنا نوقف وقفة قانونية يعني. مش راح اتجاوز ولا اشارة. وصلنا. خليك طبيعي. خليك نظامي. ما تستعجل. وين رايح زيد؟ على الشمال. على الشمال يا حاج. يلا روح ماشي وراك. خليك يا محمد، خليك فايل عند الباص. روح يا زيد، روح فوت محل ما انت فايت. روح
احمد بس صف محلي يا احمد. مو انا كان عبود، ليش كل واحد عم يخربط فيني؟ اسمي اطول مني. طفوا طفوا الشمال. انا اول واحد. ايه ليه؟ مسافر.